السلام عليكم، مرحبا بكم جديد في القناة ديالي. نتمنى تكونوا بصحة وبألف خير. اليوم غادي نقدم لكم كيك ديال البنان بالشوكولا اللي كيجي مذاق رائع جدا، فخليكم معايا وندوزو للطريقة. غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، غادي نضيف لهم كاس ديال السكر مقياس ديال كاس ديال العنبه، وكذلك غادي نضيف لهم ساشي ديال لافاني، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم تنحصل على خليط اللي يكون متجانس. من بعد غادي نضيف لهم نص كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب. غادي نقوم بإضافة كاس ديال الكاكاو، وغادي نضيف جوج كيسان ديال الدقيق، وباكية ديال الخميرة الكيماوية، والراس ديال المعلقة ديال الصودا. من بعد ما كنخلط المكونات كامله، كنقوم باضافه كاس ديال الماء اللي يكون ساخن، وكنمزج الكل مع بعضياته. غادي ناخد مول اللي غادي نكون دهنتو بالزبده ورشيتو بالسكر، وغادي نضيف القطع ديال الموز للمول ديالي كما كتشوفوا. واخر حاجه كنضيف الخليط وكندخل الكيك ديالي للفران اللي كنكون سخنته قبل بربع ساعه درجه حراره 180، وكنخليه 45 دقيقه. بالنسبه للاغاناش، غادي نحتاج كاس ديال الحليب، وغادي نحتاج كذلك نص كاس ديال الكاكاو، وغادي نضيف لهم واحد دانيت ديال الشكلاط، وكذلك غادي نحتاج كاس ديال السكر وكاس ديال الزيت، وكنخلط الكل في الخلاط حتى كنحصل على هاد الكريمه اللي غادي تكون بحال هكذايا كما كتشوفوا. من بعد ما كنخرج الكيك من الفران، كنضيف ليه لاغاناش من الفوق، وكنقوم بالتزيين ديالو باللوز مهرمش وبقطع ديال البنان اللي درت لهم الناباج. وكيكون هذا هو الشكل النهائي، فعلا كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي الراي ديالكم في التعليق، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.